خدمته ورافقته جلسات توعية قام فيها فريق وطن أو فريق التوعية الموجود في منظمة وطن، حيث بلغ عدد الحاضرين لهذه الجلسات المستفيدين منها 5941 مستفيد. طبعا تم توزيع سلة النظافة لكافة المستفيدين في المخيمات لكافة العوائل. عدد السلة اللي تم توزيعها 3632 سلة نظافة شملت كافة العوائل الموجودة في هذه المخيمات.